مين حيساعدني اليوم في المطبخ؟ السلام عليك. بس كل واحد لازم يغسل يده قبل ما يجي يساعدني، طيب؟ يلا اغسل لك انا. ممكن تعطيني بس صابون فريش من عندك؟ سلم ايديك. الحمد لله رمضان يعني شهر الخير. طبعا افتكر ماما دائما هي تسوي العجينه، انه السمبوسه هذا لازم شيء ضروري في رمضان. طبعا ذكريات حلوه انه احنا نقوم على السحور بس نبغى ناكل قبل ما ياذن. في اشياء يعني حاولت شوي نغيرها، طبعا عادات انه لازم يكون في حلويات كثير على السفره، فبدات احاول اكون شوي صحيه اكثر يعني. بتذكر انا صغيره ماما دائما كانت ماسكه شغل المطبخ وعلمتني اهم شيء تغسلي ايديك بعدين ما بتبلشي شيء غير كل شيء نظيف. يعني لازم اول حاجه انه انظف السطوح عشان ما يكون في بكتيريا، عشان يكون كل شيء نظيف. بتذكر كان بابا يجي يجمع منا زكاه ويروح هو يدفعها، بس على عمل الخير اكثر شيء كان الصدقه، كان بابا ياخذ مي على المسجد معه. وهيك وسبحان الله بيعم الخير على كل احد، فبنعمل فيه الصدقه ويكون في اكل دائما نعطي مثلا السكيورتي اللي تحت. بدي اولادي يكونوا من الناس اللي بيهتموا بنظافتهم الشخصيه وبنظافه بيتهم. بالنسبه لي اهم شيء انه يكون عندهم جود مانرز، انه يحترموا الاخرين، ما يكون في عنصريه، تحترم اي ديانه. دودي؟ يس. مسكت البسه؟ ايوه. لا تنسى تغسل يدك بعد ما تخلص. يلا كل واحد يساعدني. اهلا وسهلا. يا اهلا. اول رمضان عند زوجها بده يتفنن باكلات رمضان، تعمل عزايم للولايه كمان. قبل الاذان بشويه انت تروح تعطيهم. اسحبي من هناك. بس نمسح. ايوه. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. شاطر ما شاء الله. رمضان يجمعنا دائما الحمد لله. هذه احلى ذكرى عندي في رمضان.